اليوم رح نحكي عن خطوة جديدة بإيمجز دايجنوستيك سنتر رح تكون بمجال تصوير أمراض الكبد. الخطوة الأولى هي تقنية تصوير جديدة بالإمراي إمراي إلاستوغرافي تسمح لنا نعمل تقييم دقيق لتطور التليف بنسيج الكبد عند المرضى اللي بيعانوا من أمراض كبد مزمنة وتقييم ومراقبة هذا التليف مع العلاج المناسب. الخطوة الثانية رح تكون استعمال كونتراست جديد خاص exactly بأمراض الكبد اللي هو اسمه البرايموفست، هو نوع جادولينيوم جديد بيسمح لنا نعمل تقييم دقيق لنوع الأمراض اللي بالكبد إذا هي ناشئة من خلية الكبد نفسها أو لا. كمان هذا الكونتراست رح يسمح لنا نعمل تقييم لأقنية الكبد ونشوف أمراضها ونشوف إذا في تسريب لمحتواها. الخطوتين مع بعض لأول مرة رح يستخدموا بالقطاع الصحي الخاص بالكويت بإيمجز دايجنوستيك سنتر and we are proud of this.